هذه اخرتها انت وياه، انت واعد على الفطور وما حد يجي منكم، لكن الشرع مو عليكم، الشرع علي انا اللي اعتمد على مبزره. سمي صديق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اني صمت على رزقك وافطرت على رزقك. السلام. وعليكم السلام. بسم الله. عافطها نومه توك تجي ورع. الحين روقها من فاضي لك ترى. لا يا شيخ، ولك وجه بعد. خلاص راحت علي نومه يا ابن الحلال. كان قعدت ببيتكم، وشو لا جاي ويديرك فاضيه. ابى اجيب لك شاورما بعد الصلاه، لا تصجنا خلاص. نوم زياده مشكله. الحين جالك متشارك انت وجهك، خليك ساكت ها. المنتو وصل يا عيال. بدري كان خليتوه على السحور ازين. والله انا بحلت بهم سني سواق معلمات، امر ذا يلطع نص ساعه والثاني ذا يلطع نص ساعه. ابوي يقول افطر معانا الفطور الاول وروح افطر مع اصحابك الفطور الثاني. والبلنتيات بعد التراويح. والله انك جبتها صح، نفس ضحكه كفته. بعدين تعال انت تنصب تقول مفطر الفطور الاول في بيتكم، وشلون هو توه مذن؟ لا لا انا قلت لابوي ابغى اروح افطر معانا الفطور الثاني، ما ابغى افطر معاكم الفطور الاول. عاش مصرف يا عيال، ما حد يفتح الحوافظ، جيبوا الاكل نصلي المغرب بعدين ناكل. اوكي اوكي. طبعا مثل ما بتعرف ارحم السمبوسه انت. كثير سهل بس بده شويه تركيز وشويه. يا حلاله شاهي عقب الفطور يدغدغ المخ. تقول صادق.